رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي بما يسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة في مساره النزولي المخطط له. مصر تدين الاقتحامات الإسرائيلية لمدن بالضفة وتعتبرها إصرارا على التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية. تواصل العدوان الإسرائيلي على مدن بالضفة الغربية واشتباكات مسلحة واعتقالات في مخيم جنين والفرعة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. أهلا بحضراتكم. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير المالية أحمد كوجاكا، وذلك لمتابعة الجهود المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أنه يولي أهمية في خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام الدولة بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المحددة. وشهد الاجتماع التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي ما يسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المخطط له. عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض خريطة الاستثمارات السياحية وبحث المقترحات لاستغلال منطقة الساحل الشمالي سياحيا للاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، بحيث يتم العمل على زيادة عدد الفنادق بها، بالإضافة لمقترحات أخرى بأن يتم تنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الساحلي، فضلا عن إقامة عدد من الفنادق على هذه الأراضي. ناقش الاجتماع عددا من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة من خلال نتائج اجتماعات ولقاءات تم عقدها مع مجموعة من هؤلاء المستثمرين بحضور وزراء السياحة والآثار والإسكان والاستثمار. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لاستعراض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات البترولية. خلال الاجتماع أكد مدبولي أن الاجتماع يهدف لتوفير التمويل المطلوب من احتياجات قطاع البترول حتى نهاية العام المالي الحالي، ذلك مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية تلبية لاحتياجات السوق المحلية. تناول الاجتماع استعراض إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج، وكذلك استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز بحيث تستخدم عائدتها في سداد المستحقات المطلوبة، إضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وهذا وفقا للنموذج الاقتصادي. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات صرف تعويضات المتضررين من المحاور المرورية التي تنفذها وزارة الإسكان. وجه مدبولي بصرف كامل التعويضات للمستحقين خلال 3 أشهر، كما وجه بالمتابعة الأسبوعية لأعداد المواطنين المتضررين الذين صرفوا مستحقاتهم. وتم خلال الاجتماع التنويه إلى أنه جاري صرف 1.142 مليار جنيه للمستحقين في محور
عمرو بن العاص، فضلا عن توقيع العقود مع المستحقين بأحواض جزائر قسم أول وجزائر قسم ثاني وبحر جمصة والخليفة والبوهات، على أن يتبقى 12 حوضا تم توفير المبالغ المالية المستحقة لها، وسيتم الصرف خلال 3 أشهر. كما تم استعراض موقف صرف المستحقات للمتضررين بمحور عمر سليمان وكمال عامر، حيث تم التنويه إلى أن المبالغ المستحقة متوافرة، وتم بالفعل الصرف لعدد من المستحقين وجاري الاستكمال. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أهمية خاصة في ضوء أنه يأتي في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة عبر التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030. جاء ذلك خلال اجتماعه مع المدير العام لشركة روسطوم الروسية والوفد المرافق له بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لاستعراض الموقف التنفيذي لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية. أضاف مدبولي أنه يتابع بصورة دورية التقدم الجاري في المشروع، مؤكدا حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم الممكنة لسرعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة روساتوم. وفي ضوء ما يمثله المشروع من أولوية لتوفير الطاقة النظيفة، بدوره أكد المدير العام لشركة روساتوم أن تنفيذ المشروع يجري على قدم وساق وفقا للخطط المحددة، مضيفا أنه بنهاية العام الجاري من المخطط الوصول إلى نسبة تنفيذ تبلغ 30% من إجمالي المشروع. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على ما توليه مصر من أهمية كبيرة لتعزيز علاقات التعاون مع تونس على مختلف الأصعدة. جاء ذلك خلال اتصاله بنظيره التونسي محمد علي النفطي لتهنئته بتولي منصبه الجديد. كما أعرب عبد العاطي عن تطلعه للعمل معا لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية التونسية في تعزيز المصالح المشتركة. من جانبه أعرب وزير الخارجية التونسي عن تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين مصر وتونس والبناء على الأسس الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أدانت مصر الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية في جنين وطول كرم وضباس، والتي أدت لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين. واعتبرت مصر الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالضفة الغربية بمثابة معان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وإصرارا على سياسة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية. طالبت مصر بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل وفرض القيود والاستيلاء على الممتلكات الخاصة. وحذرت مصر من المخاطر الوخيمة المتوقعة عن العمليات الإسرائيلية الجارية وتعمد استهداف المزيد من المدنيين الفلسطينيين، هذا بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الموقف ويشير إلى الإصرار الإسرائيلي على التصعيد وغياب الإرادة السياسية للتهدئة.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنان ومخيمها، حيث قتلت 6 فلسطينيين واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين وحققت ميدانيا مع عدد آخر منهم خلال العدوان المستمر على مخيم الفرع في طوباس. وأصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام المستمر لمدينة جنين. وتفرض قوات الاحتلال حظرا للتجول على الحي الشرقي من مدينة جنين، ومنعت خروج المواطنين من منازلهم، وشنت عمليات اعتقال، كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول للمصابين، وأعاقت تحركها، وفتشت المسعفين ودققت في هوياتهم. تصعيد هو الأكبر من نوعه في الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال تعيس دمارا وفسادا في شمال الأراضي المحتلة، خاصة في محافظة جنين وطوباس وطولكرم، لتسقط أعدادا كبيرة من الشهداء والمصابين. مداهمات وغارات وقصف وحصار، مفردات لا تعرف إسرائيل سواها، والمبرر الذي تطلقه دائما هو مواجهة خلايا مسلحة بحسب الوصف والزعم المعتاد. البداية مع ساعات الفجر الأولى، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية مركبة في قرية سير جنوب شرق جنين لتسقط على الفور 3 شهداء هم كل من في المركبة. وفي الأثناء تتسلل قوات خاصة متنكرة إلى داخل مخيم جنين ليتم اكتشافها من جانب الفصائل العاملة في المخيم، وتتبادل معها إطلاق النيران ليبدأ على الفور الدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية تجاه المدينة والمخيم، وسط لطائرات الاحتلال وانتشار القناصة على البنايات العالية، عملية لم تخلو من سقوط شهداء من المدنيين. وفي مخيم الفارعة بطوباس تكرر قوات الاحتلال هوايتها المفضلة بقصف من طائرات مسيرة على مناطق بالمخيم تسفر هي الأخرى عن سقوط شهداء ومصابين. ولم تكتفي بذلك، بل منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشهداء أو السماح لهم بانتشال المصابين، ليتبع هذا القصف الدفع بعدد من التعزيزات الإسرائيلية لمداهمة المخيم الذي قوبل بمواجهة حامية لتكتظ سماء المخيم بالمسيرات لعمليات الرصد والاستهداف. وفي طولكرم حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات المدينة بعد اقتحامها من محورها الغربي، وتمركزت الآليات في محيط مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي ومستشفى الشهيد ثابت الحكومي، وفرضت حصارا عليهما وأعاقت حركة تنقل مركبات الإسعاف، بل وانتشرت آليات الاحتلال في أحياء ومفارق المدينة، وتحديدا في شارع نابلس وحي الرشيد وجبل النصر على مدخل مخيم نور شمس شرقا، مع انتشار للمشاة والقناصة في الأحراش والمزارع المحيطة بالمخيم، مع تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض. ولم يكتف الاحتلال بذلك، بل دفع بأربع جرافات ثقيلة مدعومة بمزيد من الآليات العسكرية إلى المدينة، وشرعت بهدم وتجريف شوارع المدينة والبنية التحتية وشبكة المياه. هي حرب متكاملة تخوضها قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية المحتلة لنقل ثقل بعض عملياتها إلى تلك المنطقة، لوأد مقاومة بدت تعلو ملامحها وترتسم في مواجهة هذا الاحتلال الغاشم، بالتوازي مع المواجهات في قطاع غزة وشمال إسرائيل، فتحول حياة الداخل المحتل إلى كابوس لن يستفيق منه أبدا. إلى هذا، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تداعيات حصار الاحتلال لمستشفيات جنين وطولكرم وتهديداته باقتحامها. أضافت الصحة الفلسطينية أن عشرات المرضى يعالجون في هذه الأثناء داخل مستشفيات جنين الحكومية والأهلية والخاصة، وأن أي اقتحام لها هو تهديد مباشر لحياتهم وحياة الطواقم الطبية. وطالبت الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي والصليب الأحمر بالتدخل لحماية المؤسسات الطبية في الوقت الذي تعيق فيه قوات الاحتلال وصول سيارات الإسعاف إليها، ما يعرض حياة المرضى والمصابين للخطر، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جانبها أكدت حركة حماس أن تصعيد الاحتلال لجرائمه في الضفة الغربية المحتلة هو يعد نتيجة طبيعية للصمت الدولي واستنادها إلى دعم سياسي وعسكري مطلق من الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الغربية. واعتبرت الحركة أن التصعيد في الضفة الغربية هو محاولة عملية لتنفيذ مخططات حكومة المتطرفين التي عبر عنها وزراؤها، وتوسيع حرب الإبادة الوحشية القائمة في قطاع غزة لتشمل مدن وبلدات ومخيمات الضفة المحتلة، داعية إلى تصعيد كافة أشكال المقاومة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه في كل مكان من الأراضي المحتلة. من جانبه، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاعتداء الإسرائيلي على الضفة. قال أبو الغيط أن التطورات الأخيرة تمثل توجها خطيرا يستهدف الانقلاب على بقية الاتفاقات الموقعة وإعادة ضم الأراضي الفلسطينية تنفيذا لأجندة اليمين المتطرف. كما أكد أبو الغيط أن إسرائيل تخوض حرب إبادة ضد الفلسطينيين في كل مكان، وأن العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية لا علاقة لها بهجمات 7 أكتوبر، إنما هي تنفيذ لمخططات التهجير وتصفية للقضية. كما أكد أبو الغيط أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد، محملا واشنطن المسؤولية عن استمرار هذه العربدة الإسرائيلية المتصاعدة في المنطقة. أدان البرلمان العربي وبشدة التصعيد العسكري الخطير الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من خلال عملياته العسكرية الإجرامية في مدن الضفة الغربية المحتلة، معتبرا هذا عملا عدوانيا وتحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هذا وأضاف البرلمان العربي أن هذا التصعيد من قبل الاحتلال ومستوطنيه على مدن الضفة بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، من شأنه تأجيج الصراع وزيادة التوتر في المنطقة، محملا الاحتلال المسؤولية كاملة. أكد قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال أفي بلاث في الضفة الغربية المحتلة أنه فشل في حماية قرية فلسطينية من هجوم دام شنه مستوطنون في منتصف أغسطس وتسبب في مقتل فلسطيني، وذلك لكونه تأخر في إرسال قوات. وصف قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على قرية جت في 15 أغسطس بأنه يعد عملا إرهابيا خطيرا للغاية، أثار استنكارا دوليا واسعا. وخلص تحقيق جيش الاحتلال إلى أن حوالي 100 إسرائيلي ملثم تمكنوا من حرق عدة منازل وسيارات في جت، لأن وصول القوات إلى القرية استغرق 12 دقيقة على الأقل. طب وين طالع؟ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة إسرائيلية غير ربحية ومسؤول إسرائيلي عن الأمن في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة لمعاقبة المستوطنين الذين تتهمهم بالتطرف وممارسة العنف ضد الفلسطينيين. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال إن منظمة هاشومير يوش غير الحكومية التي تقول إنها تساعد في حماية المستوطنين قد قدمت دعما ملموسا لبؤرة استيطانية مقامة دون تصريح في الضفة الغربية تخضع بالفعل لعقوبات. وذكر ميلر أن المسؤول هو إسحاق ليفي، هو مدني مسؤول عن تنسيق الأمن في مستوطنة يتسهار،
قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين في فبراير لوضع حواجز على الطريق والقيام بدوريات هدفها إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. كشفت وسائل أعلام إسرائيلية عن مقتل جندي في قوات الاحتلال الإسرائيلي برصاص قناص في حي الزيتون بغزة، فضلا عن إصابة آخر بجروح حرجة للغاية. يأتي هذا في الوقت الذي توصل فيه قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 27 بعد 300 على التوالي، مع استمرار استهداف المنازل المأهولة بالمدنيين وتجمعات الفلسطينيين ومراكز إيواء النازحين. شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت البنايات السكنية في عدد من المناطق، أبرزها مخيم جباليا ومدينة غزة بشمالي القطاع ومخيم النصيرات ومدينة دير البلح بوسط القطاع ومدينة خان يونس ورفح الفلسطينية بجنوب القطاع. تزامن ذلك مع عمليات تهجير في دير البلح وخان يونس وسط وجنوب القطاع. هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في القطاع ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 40,534 شهيداً و 93,778 مصاباً. وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من أن الوضع في قطاع غزة أصبح كارثيا. هذا وأكدت الوكالة أنه تم تعليق عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة بعد أن أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لمنطقة دير البلح بوسط غزة. وأكد مسؤولون في الوكالة أن المساحة التي تم حصر الناس فيها في القطاع ضئيلة للغاية في ظل تلقي المزيد من أوامر الإخلاء لمناطق في جميع أنحاء غزة على مدار الأسبوعين الماضيين. شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على ضرورة خفض التصعيد في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط ووصول غير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. قال ستارمر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين إن بريطانيا وألمانيا تتقاسمان التزاما مشتركا بحل الأزمة في الشرق الأوسط وتدعوان إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين، مضيفا أن الدولتين تتفقان كذلك على أهمية العمل معا نحو التوصل إلى حل سياسي يقوم على إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تكون آمنة ومستقرة. يعاني الفلسطينيون في شمال قطاع غزة من الجوع في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى شح بعض المواد الأساسية نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على المعابر الرئيسية ومنع دخول المساعدات إلى القطاع. كانت الأمم المتحدة قد حذرت من شح المعونات الغذائية التي تدخل القطاع والتي سجلت أدنى مستوى لها في يوليو الماضي. أسعار عندنا في الشمال خيالية مش طبيعية، كل حاجة غالية عندنا، حتى البيضة تجيبها تلاقيها ب 12 شيكل، دخل ما فيش. الحمد لله على كل حال عندنا الحاجات الأساسية، يعني مش موجود لا خضرة ولا لحوم ولا بيض ولا أي حاجة. قصف ودمار، البيضة متتين في شيكل ب 12 شيكل، ما قادرين نعيش. علبة اللحمة أم الشيكل ب 12 شيكل، علبة الجبنة الفيتا أم الشيكل ب 30 شيكل، ما قادرين يا عم نعيش.
وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل لعام آخر، ويجرى تجديد مهمة اليونيفيل سنويا. كان من المقرر أن تنتهي مهمتها الحالية السبت المقبل. يأتي التصويت بعد أيام فقط من اشتباك بين حزب الله والقوات الإسرائيلية في واحدة من أعنف عمليات تبادل إطلاق النار بينهما على مدى الأشهر العشر الماضية، وذلك وسط مخاوف من اتساع نطاق حرب إسرائيل في قطاع غزة إلى صراع إقليمي. وتسير اليونيفيل تسير دوريات على الحدود الجنوبية للبنان المشتركة مع إسرائيل. يذكر أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أنشئت في عام 1978. من جانبه قال هادي هاشم نائب مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة إن التصويت بالإجماع دليل على اهتمام المجتمع الدولي بلبنان. التصويت اليوم وبالإجماع لهو دليل دامغ على اهتمام المجتمع الدولي بلبنان، وهو رسالة واضحة من مجلسكم الكريم لصالح الاستقرار ووقف إطلاق النار، وهو بادرة أمل للبنانيين جميعاً الذين يرفضون الحرب والعنف والدمار ويريدون إعطاء السلام فرصة، وهم يعولون على مجلس الأمن وعلى أصدقاء لبنان الكسر للمساعدة في الوصول إلى وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701 بكافة مندرجاته. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع بأن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر أسبيدز تدرس اتخاذ إجراءات وقائية، منها قطر ناقلة النفط سونيون التي تعرضت لهجوم في الأونة الأخيرة قبالة ساحل اليمن. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في وقت سابق أن النيران ما زالت مشتعلة في نقلة النفط الخام التي ترفع علم اليونان، وأن النفط يتسرب منها فيما يبدو. التاسعة متواصلة ونتابع فيها. زالنسكي يدعو الدول الغربية لرفع الحظر على شن هجمات طويلة المدى. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الدول الغربية لرفع الحظر على شن هجمات طويلة المدى، مؤكدا أن الوضع قرب مدينة بوكفاسك الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تعد مركزا لوجستيا مهما في منطقة دونتسك أصبح بالغ الصعوبة. ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن الوضع في بوكروفسك وفي غيرها من أنحاء منطقة دونيسك بالغ الصعوبة. بدورها قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، قالت إن الوضع في قطاع بوكروفسك هو الأكثر احتداما، موضحة أن معارك عنيفة تدور في عدد من القرى القريبة من المدينة. разом з нашими F-16 і разом з нашою ППО. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. أكدت الرئاسة الروسية عدم وجود شروط مسبقة لمحادثات السلام بشان أوكرانيا، وأضاف الكرملين أن رئيس الوزراء الهندي ناريندارا مودي لم يطرح مبادرته للسلام بشان أوكرانيا خلال مكالمته الهاتفية أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى تأييد الجانب الهندي للسلام والتسوية السلمية بالوسائل السياسية والدبلوماسية. وأضاف أن موقف الهند يتوافق مع موقف روسيا.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زخاروفا إن موسكو تريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحدث وبصراحة عن أكبر مسائل الأمن النووي. جاءت تصريحات زخاروفا بعد يوم من زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي محطة كورسيك النووية قرب منطقة توغلت فيها أوكرانيا، وشددت زخاروفا على ضرورة ضمان السلامة ومنع وقوع سيناريو يفضي إلى كارثة، وهو مسار يدفع نظام كييف للانجراف إليه على حد قولها. قدم فريق الألعاب الجوية المصري النسور الفضية مجموعة من العروض الجوية المبهرة. وتتواصل العروض الجوية لنسور مصر حتى 29 من أغسطس الجاري بالتعاون مع مهرجان العالمين الجديدة.
ونتابع جانبا من عرض فريق الألعاب الجوية المصري النسور الفضية استعدادا لبدء العروض الجوية المشتركة بين القوات الجوية المصرية والسعودية. يأتي ذلك في إطار الاستعداد لانطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء المقرر انطلاقه في 3 وحتى 5 من سبتمبر المقبل بمطار العالمين الدولي. تأتي هذه العروض ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. للمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك محمود. وفريق الألعاب الجوي المصري النسور الفضية تتألق في سماء العالمين، التفاصيل معك محمود تفضل. بالفعل أبطال القوات الجوية المصرية تألقوا اليوم في العروض المبدئية في سماء مدينة العالمين الجديدة استعدادا بالطبع لبدء العروض المشتركة مع القوات الجوية السعودية. كان هناك عدد كبير من الاستعراضات الجوية المختلفة التي أبهرت كل الحضور وكل الزائرين في منطقة النورث سكوير بمدينة العالمين الجديدة، وكان هناك تجهيزات تمت على أعلى مستوى ليكون هذا العرض يليق بكل زوار ورواد مدينة العالمين الجديدة. والحقيقة الاستعراضات المختلفة اللي تمت في سماء مدينة العالمين الجديدة بتدل بالطبع على يعني قوة وروعة أبطالنا من القوات الجوية المصرية. وغدا سيتم استكمال هذه العروض بمشاركة القوات الجوية السعودية، وسيكون هناك عروض مبهرة في سماء مدينة العالمين غدا في 6 مساء. وهذا يأتي بالطبع ضمن الفعاليات المتنوعة والمختلفة لمهرجان العالمين الجديدة. وربما كنا نرى يعني فرحة الزائرين بهذه العروض اليوم، وهذا ما يشير إلى أن العروض غدا ستكون بشكل أقوى وستكون بشكل مبهر أقوى وأكبر في سماء مدينة العالمين الجديدة. وبالتأكيد هذه العروض يعني تأتي استعدادا لانطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذي سينطلق في مطار العالمين الدولي في 3 سبتمبر المقبل ويستمر حتى 5 سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 100 دولة وأكثر من 300 شركة متخصصة في الطيران والفضاء. وأيضا يعني سيتم أيضا خلال فترة المعرض بعض الاستعراضات الجوية من الطرازات المختلفة للطائرات، وهذا يعني نقلة نوعية وأكبر حدث في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويأتي طبعا يعني برعاية القيادة السياسية المصرية. فهذا أيضا يدل على مدى التعاون مع الدول في مجال النقل الجوي المختلف، خاصة في ظل مشاركة دولية كبيرة هنا على أرض مدينة العالمين الجديدة. فبالتالي هذه العروض الجوية ستستكمل غدا أيضا هنا في مدينة العالمين وفي منطقة النورث سكوير، بالإضافة بالطبع إلى الفعاليات الأخرى المستمرة في مهرجان العالمين الجديدة، سواء نتحدث عن الفعاليات الفنية والثقافية التابعة لوزارة الثقافة في المنطقة الترفيهية فيما يتعلق بالفنون التراثية والفنون الشعبية أيضا والتنورة، بالإضافة بالطبع إلى الاستعداد لوجود بعض مباريات كرة السلة يوم الجمعة القادمة في ملعب كرة السلة في المنطقة الترفيهية، بالإضافة إلى أن هناك أيضا الاستعداد للحفل الأكبر والأضخم وهو حفل الفنان ويجز يوم الجمعة في منطقة اليو أرينا. مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية اتسم بالعديد من الفعاليات المتنوعة وجذب أكبر عدد من السائحين أيضا أثناء وجودهم هنا في مدينة العالمين الجديدة. وربما كنا نرى الإقبال منذ الأمس وحتى اليوم على الأماكن المختلفة التي تشهد فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، خاصة هذه المنطقة التي نتواجد فيها منطقة النورث سكوير. وبمجرد أن تم الإعلان عن العروض الجوية التي ستكون في سماء مدينة العالمين الجديدة رأينا الإقبال من الزائرين من مختلف الفئات والأعمار يتواجدون لمتابعة هذه العروض بصورة حية ومباشرة في سماء مدينة العالمين الجديدة. وكان هناك حالة من الانبهار والسعادة بهذه العروض ومتى تألق القوات الجوية المصرية في هذه العروض في سماء مدينة العالمين الجديدة. وبالتأكيد سنتابع معكم هذه العروض التي ستستكمل غدا بالتعاون مع القوات الجوية السعودية. والآن عودة إليكم مرة أخرى. تفاصيل المهرجان كلها مبهرة. محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.
انعقدت الدورة الثانية للجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية. تناولت اللجنة عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمالة المصرية في الكويت، وعلى رأسها توظيف العمالة المصرية في الكويت. من جانبها أكدت وزارة العمل المصرية استعدادها الكامل للتعاون بشكل مباشر مع الجانب الكويتي وأصحاب الأعمال لتوفير الأيدي العاملة اللازمة بمستوى المهارة المطلوبة. وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بروتوكول تعاون مع هيئة الضمان الصحي العراقية في مجال الرعاية الصحية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية العراقية. يهدف البروتوكول لنقل التجربة المصرية في التغطية التأمينية الشاملة لتحقيق تطور في منظومة الصحة العراقية، ولتعزيز قدرات الكوادر الصحية لبناء نظام صحي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. النهارده شهدتي توقيع بروتوكول تعاون بيننا وبين زملائنا في دولة العراق الشقيقة، قيادات في القطاع الصحي حصلوا على برنامج تدريبي مكثف قوامه 4 أيام، كنا قادرين خلاله على إظهار التجربة المصرية وعرضها على الجانب العراقي، واستمعنا منهم إلى كيفية أن هم يستفيدوا من هذه التجربة. الجانب المصري قد سبق بهذا الجانب عن طريق هيئة الاعتمادية بإعداد معايير، نعمل على دراسة هذه المعايير والسعي لتوأمتها مع النظام الخاص بهيئة الضمان الصحي، باعتبار واحدة من الأسس الخاصة بتعاقدات هيئة الضمان مع مقدمي الخدمات وحصولهم على الاعتمادية التي سيتم العمل بها في المراحل القادمة من قانون الضمان الصحي الذي عمل على تطبيق هذا القانون على مستوى العراق بصفة تدريجية. نحاول نكثف الاتصالات بيننا وبين جمهورية مصر في خصوص هذا الموضوع، ممكن أنه نبعث فرق دورات أكثر تخصصية أكثر تكون. احنا اتفقنا مع هيئة الاعتماد الرقابة الصحية المصرية انه نعد احتياج تدريبي لما نرجع للعراق، ولما نطبق التجربة المصرية راح تظهر عندنا احتياجات خاصة وليس احتياجات عامة. راح نحدد هذه الاحتياجات الخاصة ونبعثها للجانب المصري، يعدون برنامج تدريبي فيما يخص الاحتياج التدريبي اللي احنا محتاجينه. نفت وزارة النقل تحديد السعر المبدئي لتذكرة الأتوبيس الترددي بقيمة 16 جنيها في مرحلته الأولى بعد 14 محطة. وأضافت الوزارة أنها لم تعلن بعد عن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي، حيث أن سعر التذكرة سيكون مرنا ومرتبطا بعدد المحطات لتشجيع المواطنين على دفع المقابل الفعلي للرحلة دون أن يكون هناك سعر ثابت لكافة المحطات. تضم مصر الكثير من المظاهر والموروثات الثقافية والفنية المتنوعة والفريدة من نوعها، وهي التي تضفي عليها طابع التميز والأصالة. لذلك فإن تعزيز الوعي الثقافي والإبداعي وضمان تحقيق العدالة الثقافية هما ما يضمنان بقاء سمة التفرد والتسامح بين فئات المجتمع بلا تمييز. ويتضمن برنامج الحكومة الجديد على عدد من الإجراءات تساهم في تعزيز الوعي الثقافي. موعدنا مع أخبار الاقتصاد لنشرة 9 مع ليلى عمر، نتابع معها أخبار الاقتصاد. أهلا بك ليلى، تفضلي. أهلا نهى، أهلا أدى. ننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. وقع
الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي ومدير مكتبة الإسكندرية أحمد عبد الله أبو زيد مذكرة تفاهم بين الجهاز والمكتبة للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين وخاصة الشباب، وتشجيع الشباب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات قائمة لديها فرص للنمو والنجاح وخلق المزيد من فرص العمل. وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع مكتبة الإسكندرية جاء لاستكمال خطط نشر ثقافة ريادة الأعمال بين رواد المكتبة وتأهيل كوادر المكتبة كمدربين ومقدمي مشورة في مجال ريادة الأعمال للاستفادة من تواجدهم الدائم في أوساط الشباب، بجانب العمل مع المكتبة على تنظيم ملتقيات ريادة الأعمال. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع وفد شركة أمريكية استضافة مصر لأول تدفق استثماري للشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، يتمثل في إنشاء أول مصنع لإنتاج المعدات والأدوات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز دور مصر كمركز تصديري في المنطقة. وخلال اللقاء أكد الرئيس التنفيذي للهيئة توفير جميع التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تحتاجها الشركة لتسريع حركة التأسيس والإنشاء لتعظيم مساهمة المنشأة الصناعية الجديدة في نقل التكنولوجيا وزيادة القدرات التصنيعية بالاقتصاد المصري. وفي سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه مستوى 2.75 من الألف تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 30709 نقاط، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 7270 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 92% ليغلق عند مستوى 10135 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% مع استمرار المخاوف حيال الطلب في الصين وزيادة مخاطر أثر تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا، بينما حد تراجع محتمل في إنتاج الشرق الأوسط وليبيا من الخسائر. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.9% ليصل إلى 78 دولار و68 سنت للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.18% ليصل إلى 74 دولار و64 سنت للبرميل. وهبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.38% لتصل إلى دولارين و27 سنت للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1% لتسجل دولار و88 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وننتقل إلى خبر آخر، حيث اعتبر الكرملين أن قرار كييف عدم تمديد العقد الحالي مع شركة غازبروم لتسليم الغاز الروسي إلى الأوروبيين عبر أوكرانيا إلى ما بعد 31 من ديسمبر سيضر بشكل خطير بمصالح المستهلكين الأوروبيين. وسلمت روسيا ما يزيد قليلا على 14 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية في عام 2023، ولكن هذه الكمية تقل عن 40 مليار متر مكعب ينص عليها العقد، واستفادت من هذا الغاز خصوصا النمسا والمجر وسلوفاكيا. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لنهوى أداة لاستكمال النشرة إليكم. شكرا لك ليلى. أطلق محافظ شمال سيناء خالد مجاور إشارة بدء سباق الهجن التنشيطي في مضمار نادي الهجن الرياضي بالكيلو 17 غرب مدينة العريش. أكد المحافظ أن سباقات الهجن تعمل على الرواج السياحي لمحافظة شمال سيناء إلى جانب الرواج الاقتصادي للأدوات الخاصة بالرياضة والمنتجات السينوية وتوفير فرص عمل للشباب،
كما أشار المحافظ إلى أن السباق التنشيطي يضم 24 شوطا بمشاركة عدد من ملاك الإبل من مختلف القبائل البدوية. والآن مشاهدينا الكرام مع أخبار ومنافسة الرياضة. أخبار الرياضة مع ليلى عمر. مجددا إليك ليلى. شكرا لكما، وننتقل لمتابعة آخر الأنباء الرياضية في هذه النشرة. انطلق حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بمشاركة أكثر من 4400 رياضي من 184 دولة. وقد اختارت اللجنة البارالمبية المصرية البطلة رحاب رضوان لاعبة رفع الأثقال والبطل علي زيني لاعب التجديف لحمل علم مصر خلال حفل الافتتاح تقديرا لإنجازاتهما وإسهاماتهما في رفع اسم مصر عاليا. République dominicaine. Dominican Republic. Égypte. Egypt. هذا وتنطلق غدا الخميس منافسة دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بمشاركة 4400 من اللاعبين الذين يمثلون 184 دولة. وتشارك مصر في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية متنوعة. ومن المقرر أن تشارك البعثة المصرية غدا في منافسات السباحة وكرة الهدف وكرة الطائرة جلوس رجال. انطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني في إطار الاستعداد لتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025. ويستعد منتخب الفراعنة لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا يومي 16 من سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا والمقرر إقامتها بالمغرب. يواصل لاعبو منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني تدريباتهم بالمعسكر المغلق بالإسكندرية في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التي ستقام في مصر خلال الفترة من 19 حتى 26 من أكتوبر المقبل. وخضع اللاعبون لبرنامج تأهيل بدني خلال الأيام الماضية لرفع الحالة البدنية والجاهزية قبل اختيار القائمة النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية. أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد جدول مباريات بطولة العالم للأندية في نسختها 17 للرجال 2024 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 من سبتمبر المقبل وحتى 3 من أكتوبر. وتشهد منافسات اليوم الأول من البطولة مباراة الأهلي ونادي جامعة سيدني الأسترالي ومباراة الزمالك ونادي تاوباتي البرازيلية. وكانت قد أجريت قرعة البطولة بمدينة العالمين الجديدة وشملت المجموعة الأولى في سبريم المجري ونادي الزمالك ونادي توفاتي البرازيلي، بينما جاء الأهلي في المجموعة الثانية بجانب برشلونة الإسباني وجامعة سيدني الأسترالية. وتقام جميع مباريات البطولة بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ختام جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى لنهى وأدى إليكم. شكرا جزيلا لك ليلى. قال مسؤولون ومصادر محلية باليمن إن 33 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفقد العشرات، وذلك خلال الساعات الماضية، وانهيار 28 منزلا جراء سيول جارفة وفيضانات وانهيارات صخرية ناجمة عن أمطار غزيرة في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من العاصمة اليمنية صنعاء بفعل منخفض جوي شديد يضرب جنوب الجزيرة العربية. وقال سكان ومسؤولون محليون في المحويت إن الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها البلاد حاليا تسببت في انهيارات صخرية في عدة مناطق من مديرية ملحان الجبلية التابعة للمحافظة، وتعد محافظة المحويت ومعها محافظات ريمة وحجة والحديدة الساحلية من أكثر المحافظات اليمنية تضررا من تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة والفيضانات والصواعق الرعدية التي تشهدها تلك المحافظات الأربع الخاضعة لجماعة الحوثي منذ مطلع يوليو. الآن موعدنا مع الأحوال الجوية والطقس وبيان درجات الحرارة. نتحول إلى ليلى، تفضلي. شكرا لكما، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أنباء طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 34، الصغرى 26، الإسكندرية 33-24، مطروح 31-23، بورسعيد 32-27، والإسماعيلية 36-25. ننتقل إلى السويس العظمى فيها 35، الصغرى 26، العريش 32-23، أما طابة 36-29، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 41-30. وفي الأقصر العظمى 44، الصغرى 30، أسوان 45-32، الوادي الجديد 44-26، حلايب 34-31، وأخيراً شلاتين 39-31. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي ما يسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة في مساره النزولي المخطط له. مصر تدين الاقتحامات الإسرائيلية لمدن بالضفة وتعتبرها إصرارا على تصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية. تواصل العدوان الإسرائيلي على مدن بالضفة الغربية واشتباكات مسلحة واعتقالات في مخيمي جنان والفارعة. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري. شكرا لكم. في أمان الله. إلى اللقاء.